أهلا بكم إلى التفاصيل. بداية، أن كشف مدير العلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك جمال بريكا خلال استعراض حصيلة نشاطات إدارة الجمارك الجزائرية وحصيلة التجارة الخارجية خلال سنة 2016، كشف عن عجز جديد للميزانية التجاري ب 17.84 مليار دولار، ليسجل بذلك تراجعا بنسبة 4.82% تزامنا وتراجع عمليات الاستيراد والتصدير. المزيد في ميكروفون عقيل حشاني. نعم، بالنسبة لميزانية التجارة الخارجية لسنة 2016 فإن التسجيل، فلاحظنا تسجيل عجز بالنسبة لميزانية التجارة الخارجية يقدر ب 17.84 مليار دولار، وذلك مقارنة بالعجز المقدر ب 13.71 مليار دولار بالنسبة لسنة 2015. وهذا التراجع يمكن تفسيره عن طريق انخفاض في عملية الاستيراد وفي عملية التصدير، مما أدى إلى نتيجة هذا العجز الذي يقدر ب 4.82% بالنسبة للأرقام المسجلة في سنة 2015.